جمعية التوعية الإسلامية هي سفر كي دكسي الشيخ كان ودكسي الشيخ وجمعية التوعية الإسلامية صوب وقتي كان أو أسني أقب كتب هوفر بسات كلاغو تلقى لي إن لقو حارو يو أي تهي مركي كواد يعني صوب وقنو لكن أردي ذي ذا أنو إن بدن حريد لهين أو أنو إن بدن كولاني أو أنو واح بدن صوب قباني مركي إن شاء الله تعالى و barnaamijyadii aanu ka soo qabanay intii aanu joognay dugsiga sheekh ardaydu runtii ay ku dadaalaan iyagoo ardaydu ay leeyihiin wasiiro iyo ay leeyihiin waliba dhinaca diintana ay aad markaa uga shaqeeyaan insha Allah ta'ala waxaan leenahay ardaydu oo dhan Ilaahay ha noo barakeeyo hadaladaas waxa ku shaqsan tahay ash-shabaab wa dawlatu fi al-islah wa al-tabyiin dhalinyarada kaalinta ay ku leeyihiin ولا جيت برشلة شاعر برزام من هذا الجامع هل كان إلوه شيء دنيا أني ذكر الحكيم وإن آخر دون أرضي كمن الأرضي لأن محمد إبراهيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أنا الشافعي لا أقول ودرس تاريخ تصدق المسلمين تعالى معلان تصدق قالوا مذهبوا يهي إن مذهب كسير عن سير الموقع ويقول طيبا إمام الشافعي صبوية هي روحوا بلا على وحب رشاد علمي وحب فايديني وقت رضي نبوك فايديني اسبد البدور يا مصمعي وحايا على اسبوا انتم جدا عالم كان اي قران في قيبي أو كتاب وين الإمام مالك كلية هي موضع على العراق وقيم شريط وجد يصير مفتوحة ضرب فضوح إلا شريط وجد وزعيتها مدى شريط وجد المرم قف واحد على الأخير يقار روحي رمي ضرب صدوح رمي وحفل على الأخير لكن صفحة المفتية ضرب فضوح إيديت ولا ضفس شيء تمجد الغريان طويلة إمام الحرمين عبد الملك الجويني وحي عبد الملك لك أبيه بنتي أبي بشار الشرع عالمها لك أبيه بنتي لبات الجنوب جالبينة لك أبي سار بنتي وحي لقوة جكل سيدي أبيه دين تكاثري أبالي لألوها كي دحرارة هلاي فريسو والإمام الحرمين وقصد صور قرين بريا قلبي فرعا قال هو دم قد نضع العب طوري طوري تبن مجمع الكبرين تحدث سكول كان شوكتان قام كان رواشا قيلة يواني كافي هو قديو أما كلابس أي رواشا قيلة انتم هو حاليسوا ما دو حتر الأرض قادس إيه شيز ويسد كورجينتي إن سبب البرشدة أقصى ميسان وحال يدين عبدها أو يدين توبرها وح كلامها أو وح صادير بالواقع منها أو حلال كذي مسؤولية كانوا قاريسان بريتها سبب الكل دوري البرشدة نحن لا إلى سميسان من السوري إلى الحسن هدي عمالي جرت لك سواء قال ما تاسع إلى الحسن لكن من الحسن هدي ولا جرنا إلى الحسن لكن قصر دوين هي إن هدوا على إدمو شغلنا شخصا سكول كان ويمد أعطي بدينا دورات وقلتي قعنا كجيس هذا الكلمة قعنا كجيس لذكي مكهر اللي دوسيقا وحام راعين حريب بار راعين وحام أبوخة بان الدورات بان أبوخة بان مقالة هكيسة ولكن قردين هكيسة مرعيب بها هاي محب الدومي وحانا لنا عبد الساق وهي عارقة بها برنامج كان مختبطة جمعية قيب لكلاقاتي iyo barnaamijka waliba daawashada afka jiraad aniga ku hadlaya ayaa waxa markaa sharaf noo ah inaan maanta runtii iyo caawa idinla joogno berina aan idinla joogno oo aan runtii laba cisho idinla joogno aad bay sharaf noo tahay cabdikhadar oo gudoomiyaha awqaafta ah ama shucuur maaragtay shucuur diin qaabilsan oo runtii ahaa ardaydii jimciyadda ka mid ahaa
وحقرائيضنا جرتا إن أنا وإذين كاني كنتي واحدة أنا هاي أنا ذي صار قامي ووفر كان أو مركا ورا أنا أنا ورنينا إحنا لكن وحين كذا إلى هاي ما رأيت ومجا أصلي هاي خلاصية عبد الرحيم حمص إيد عالي وهذا شيء حاج محمد هنا كيسة أو إذين كذا كمان أي يعني أنا أتحرك فارق عالي وحقا رأوا أن تدرنا رأس لديه وككل اللي قدام بيه إن هبلها هاي اسكي قوتي وكبه حسيني سألا أشي قد هاي اسكي هبله وباهيني طالع حسيني أو نرجو بكل اللي أي أسر مقابلي وإلى أرحب حيني وعلى صواق عدين ووابا إبك استعمال شانكان كذب جمعيته وهو مكتبة ضوء ومكسوة قادمة ومكسوة قادمة مكتبة النور هي مكتبة المهدي وطبطة مكسوة قادمة هي جمعية التوعية الإسلامية قد وذيذ يذهب واحد بحصي محايا نقبارنا قال يا آياته حوالي أمد آياته وحده وارقي صعب حيي إيا مستقبل كأمد لكم حريباتي أوكي محايا كذلك وحلوه بها يا إسبدل كنفطة وإلا إسبدل إن لي مادة قال يا رضي بدي إسبدل إسبدل قوة محايا مركب وحوالي وحوالي إن قول اسم أبياناتو قول أن هدف إن أبياناتوي وإن قولك وحويان وادرك قبولك وإن شيشك أقول فتحالك قل أحققه بودة وانا قل فتح بودة هل تكون فويدو لما يبهرين إن عملك عير أعضل كوانا كل عرسة سيئة بودة وقل فتح وأمرك وأصيرتوف أوكي وما حي يولك مركا يولك محويان يولك وهيسي نوالين اوقفي يشو اما سمستو وان هيسي نوالين ادي صلات فهمين وحويا واشيك اقوم بجمسان قفكو قولكو قاركو وان الديول ايه هدف لها وفرها قد بقى هرمر قفكو قاركو تصالها نسوق على النوم ما شاء الله وحتي الارضين تكسير شيخ وحدكو صوب احدين ماكس ايو درجة ايو صوب احدين نين كستابوه يكود دالي إنه كجسر قارو، مر كجسر قارنا، ومر كملها ليا كان أقطعه، سيد الشيخ أو ملها كان، سمعت؟ إلى هوا يكسر قلبي، وأكسر قلبي سدي، رجلي بدي، مر كرجلي واحد لدول يجي كله دي، وعلى المحاف فرس كشافوه قالوا رفطة، إيه، هكسر بدي، كواحد لدول يا إلى درس بيجام، وأكسر بدي صار، واحد، secret of life is clear goal، ستة. نرجو وإن قفكوا لي هاي هدف عب أو أن لحلاحة هاي أو ملو هيكسن إيو أو أن لحلاحة أوكي هذا ما يوم كاو وهيكسي جاك يوم كاو وهيكسي جاك هذا ما أو يوم كاو يهي هيكسي جاك وإن أكد داشو سيدي أطحق جمعي كا يوم كاو يهدف كاعد حق يسي محايا هاي ذلك نرجو كاو يوم وحي فاهمين سيرت الكوشة هو أنا سيرت الكوشة فهمتها وعن هدف يجول عن يرطع بلا يجول يبلا هدف وعن تصعوني هدف كابونا وقالوا هدف مهمة ويهي إمكا قاردوا لأن يرتينا وحبا بس الفكر بقى جيروح لنا دولاك المسكحة عيالي نبص وقعضي سواء تفهم مركي دولاك المسكحة عيالي نبص وقعضي عيا وحا أي قاردوا إنجريسكو مركو وضمان المسلمين تقول يقول ميهي ويحصل استيراك علماء أو الدين تصوبه أنت مكيك جاي دين تصوبه هذا في كلامه من الدين تبطل من الدين تكبره وشاتوسين دين تكبره يا أبو بسألك بربنا محال أنت متفجر شيخ عبد الله اللي أورجي الشيخ عبد الله اللي أورجي أيها اللي متفجر ورد ورما نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون
أما بعد، إلهي بما هذا سبحانه وتعالى ما أنت أو أه ما لك رمضان ما لك جمعة إسوك أن كاني قوتاً أما دوسياً شيخ إلهي بما هذا سبحانه وتعالى أنتي أنا بقول هذا يا وأنا عارف من شغلة التوعية الإسلامية وشغلة التوعية أو كنت مركي كوات تمين ويدسون كهدي دسون بوقتي لكن ما أهم مركي كوات يا عدد الشيخ هي شغلته أي وضع حيلان وحال مصد مدن الأرضي دي لدك يقوه الرئي لقوه بلا بنتك سيجان إن أي شغلته وقواتي الدورو بسم الله الدينية وهالكيسة قيبتي هالكيسة ومركع عبادة حيني إلا لبتشاك بالدور وعب وقضاني ما في الأيام مركع رنتي أي حرير في عام هاي برنامج كان مكتبة إيه ولها قبل إذن أحبادة بي جمعيات وخلاقة ماتي إيه برنامج كان داور شداء سيدي بانو السعداء فلله الحمد إلهي بكم هذا وحام مركع يتبصوا بوقاني إنا مركع على الكتب يوهو فركي مزاد كان إذن سوقاتنا أن وحى أقوين إلى يوم النسيء المسكح شركينا قيبت أقوم همسا أي وزعلا أي قيبسا أي بيقم ليس قيبسا أي هذي فريرك حانونتو حانون كان شرك أولا إلقانيا وحى قاسي هو المسكح ماشي نبقى كاقات عين مسكحة وتوزو تقيا تبوتكي مركو تقوى أي مسكحة طبعا لنا شرك أمرسا وإذا لنا هكا كلا أمرسا سيدي الأجري أي واحد مهمة مسكحه وهلك أقول بهم سن أي نقطة مالنا أما قفك بلا آلك أهل ومركا بل تصالح سوق علينا بهلك مسكح ذا أي شركة ما مشاع أي نبرير أيدينا واحد كذا واحد إلى هذا غزو الفكر غزو الفكر دولانك مسكحه أي أجري حين أقول إنها بعد أدهين oo iska soo fadhiya oo xog weyn ayaa lagu soo weeraraya halka maskaxda ayaa darawal ku fadhiisanaya isbaba control ba marid baan isbaba ma aguri kartid ba xaga lu socod dhafoorka halka ka xiir halka suugaal yar oo dabada ka dhacay soo xiro halka suugaal yar gabi aad isbaba ma aguri kartid ba waxa la wax qabsan kartaa ma jirto waa la lagu qabsaday marka waxa la yidhi weerarku waa laba nooc weyn dagaal weerar ah oo aan arkayso oo inta ciidamo imaanta haday ciidamo ina qabsadaan oo guulays inoo yimaado waa qaabka ay adduunyadu ku bilaabatay dagaalkii koowaad ee adduunka dagaalkii labaad ee adduunka intuba maxay ahaayeen intuba waxay ahaayeen dee waa dhul baa la iska qabsanayay oo waa la isu soo weeraray marka tiimka waa laga dalacay waxa la rumaynayteen waxaanu soo dooxaynaa baynu وراهن اليوم خارج اليوم سبب حنا عارون تيفيد وصفر رسوله بدل ما قفار حنا عند اليرة هكا وصل منه ما هو مركو طاوله سيد 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 لو بسكر يعني لو من الرعاية نوع خصبين حامي نوريرنا يعني مركا تجار كل بلد معروفة مركا هذا بقى وحقو طعن تجار كا هذي إمك إذا بدأ سيلو يما هذي كرتا إن هذي إذا ما إنا مصدام أنا نحن محام سيدان سيقا سيدان عيدا ودن سيقاتو قانا سيدان بيقو وصريكا ما إلا يتحر مقاما وهي هذه يكون مدو واحد دريم يسائل أبو عشقو والبوليس يأكل جدي طبعا لأنه ما إذا بدلا تعطي كذي مرحا بدلا هذا تعطي كذا اللي بدلاي واحد قاعد حتى البوليس ومركو تشوبيا كل بيسو كمسكح لنا وكوة دي مو ودين مو دين ودقال حيو بقنا روش تعمال دقال شارع ما قال يرد وشاقي wuxuu waday ama dawladdihii marka qoysteyaashu aan inta badan hadda waxa uu soo duulay waa dawladda islaamka meesha uu soo duulay waa dawladda islaamka ayaa jirtay caan iyada ayaa ugu weynay iyada ayaa dawladda ugu dambeysay cusmaaniyiintu la intay maamulaysay waan garanayna waxa la arkaysaa ragga saxaaba ah qoroodi inay baaris ku yalaan ma tahriib u tagay maya uma tagay diinta ay weydeen ee kaashiyay قال يورب يمر محكاسيين دين تسير بعدين سنة سبعة كم مرة ودي الكل مغنم ماشى كل مغنم هالكاس
maanta ree lagu tahriibayna ixdaaduuna ma dhe finish haraad ku wada lahay xaggee u socdaan xaggee u carrayaa maxaa ka horeeya ma garanayaa dar walba maskaxda u fadhiyo waxaa la yidhi halkana aadalaale kaan odhon yaa taadu dhagalaalin karin miyaadu dhagalaalin karin wadan kaan waa dhagalaalin kartaa laakiin waa maxay waa qasbi fikr duulaankii lagu soo qaaday baynaan wax ku ogeyn awoodda maba lihinba marka in awoodda la arko waxaa la yidhi geela aakhira xooggiisa la tusaa haddii xooggeen naba aad arki weyno waxaa soo dhalaya oo xoog leen inta kale maqanba xooggoodaba arki waayaan waa mushrad weyn.